نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة في أمريكا الجنوبية بصحيفة باخينادوسي التي أشارت إلى أنه تم الرفع من الحصة اليومية للمسافرين المصرح لهم بالعودة إلى الأرجنتين إلى 1700 شخص مقابل 900 من قبل. وذكرت الصحيفة أن الحكومة بصدد الإعلان عن تخفيف تدريجي للإجراءات التقييدية المعتمدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث صدر مرسوم رئاسي جديد يحدد التدابير المتخذة بخصوص الأنشطة المصرح بها في الأماكن العامة وعودة الدروس الحضورية والسفر في المجموعات والاستقبال المحتمل للسياح الملقحين. وفي البرازيل، ذكرت صحيفة كوريو برازيلينسي أن رئيس مجلس النواب أعلن في بيان صحفي أنه سيقدم مشروع التعديل الدستوري المثير للجدل الذي يحدد ورقة التصويت المطبوعة للنظر فيه خلال الجلسة العامة للمجلس. وقالت الصحيفة أن المقترح الذي رفضته اللجنة الخاصة بمجلس النواب قبل يوم واحد هو في صلب الأزمة الخطيرة بين الرئيس جاير بولسونارو والمحكمة العليا. وفي كولومبيا، كتبت صحيفة التيمبو أن حكومتي كولومبيا وبنما اتفقتا على تنفيذ خطة للسيطرة على تدفق آلاف المهاجرين العابرين إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة إنسانية على الحدود المشتركة ومتابعة المتاجرين بالبشر الذين يستفيدون من هذه الظاهرة.